بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في الفيديو الثاني في سلسله بروغراماسيون دي جو اون جافا. واليوم ان شاء الله غنتكلموا على لا بوكل دي جو. غنتكلموا علاش كنحتاجوا اون بوكل دي جو، كما شرحت لكم لا بوكل دي جو اون ديتاي. غندوخكم الى بديت كنشرحها اون ديتاي. انا شخصيا ما فهمتش لا بوكل دي جو 100%، تدوزت على الاقل واحد سنتين عاد ركزت عليها وفهمت لي ديتاي ديالها. اما مبدئيا كنت كنخدم بها بدون ما نفهمها، كتكوبي ان بوكل دي جو من الانترنت كتحطها في لو جو ديالك كتخدم بها بدون ما تفهمها. اللي غنشرح لكم انا هو علاش كنحتاجو ان بوكل دي جو. باش تعرفوا علاش كنحتاجو ان بوكل دي جو غنشرح واحد ثلاثه ديال الامور. المساله الاولى هو شنو هو الفرق ما بين ان بروغرام عادي وما بين ان جو. في اي برنامج عادي لما كتفتحو كيكون في حاله انتظار ان ليوتيزاتور يدير شي ايفينمون، بحال يكليك على ان بوطون ولا يدخل دو تيكست. اما في لي جو فما كاينش هاد حاله الانتظار. اون فوا كتحل لي جو راه البروغرام ديالك خدام بصفه مستمره، لان مثلا انت حليتي لو جو ديالك وحبستي، انت ما درتي حتى ايفينمون، انت يوتيزاتور ما درتي حتى ايفينمون، واش لو جو ديالك حابس؟ لا، الاعداء ديالك راه غيهجموا عليك. اذا كنتي لاعب مثلا بشي كره، الكره راه غتجاوزك، العالم ديالك راه كيبقى يتصم، العالم ديال لو جو ديالك راه كيبقى يتصم في ليكرون. اذا لو جو خدام بصفه مستمره، ماشي بحال ان اوتر بروغرام عادي يمكن لك تحلو وتخليه وما غيتغيرش، لان كيتسناك دير ان ايفينمون، تكليكي على ان بوطون عاد هو يدير اون رياكسيون على داك ليفينمون اللي درتي. اما في لو جو حرك لا سوري ولا ما تحركهاش، قيس الكرافي ولا ما تقيسوش، لو جو راه لعاب ورا لي زيماج كي كيتجددوا، كدار لهم لي ميساجور كل واحد الوقت محدد. يعني ديك ليماج اللي كتشوفها في ان جو راه ماشي ثابته هذيك، لان مثلا الا حركتي الجوار واش ليماج بقات هي هي؟ لا، ليماج راها تبدلت. اذا راه كيدير ديك الميساجور بصفه مستمره، فمادام كيدير شي حاجه بصفه مستمره فمحتاجين اون بوكل انفيني. اذا حنا فهمنا علاش محتاجين دابور اون بوكل، علاش انفيني؟ لان الجو غادي بصفه مستمره. مازيان، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هي اللي كنا تكلمنا في الفيديو السابق، وهي ان ان جو فيه جوج ديال المسائل. المساله الاولى اللوجيك، المساله الثانيه لافيشاج. اللوجيك ديال لو جو اللي قلنا هو اللاعب مات، قتلتي دي زينمي، وصلتي للحيط ما يمكنش لك تجاوزو، لقيتي شي حاجه تاكلها، انا هذا داخل في اللوجيك ديال لو جو، هذا ما مرتبطش بلافيشاج. المساله الثانيه هي لافيشاج، ولافيشاج هو لي زيماج فاش كيبداو يبانو في ليكرون. اللوجيك راه سيباري على لافيشاج، هذا كديرو بأون ميثود خاصه به وهذا كديرو بأون ميثود خاصه به. فمبدئيا لا بوكل دي جو ديالنا غتكون كوم سا. دونك غنجي نكري اون ميثود اللي غتمثل لي لا بوكل دي جو. دونك برايفت فويد بوكل دي جو، وهاد لا ميثود خصني ندير لها لابيل وسط المين. فغادي نستعمل هاد لوبجي هذا جو، وبما ان هاد لا ميثود كاينه في وسط لا كلاس جو فغندير بوان بوكل دي جو. مازيان، وسط لا بوكل دي جو قلنا خصنا جوج الامور، خصني ندير الميساجور ديال اللوجيك وخصني ندير الميساجور ديال لي زيماج اللي كيتافيشاو في ليكرون. اذا كاينه اون ميثود سميتها ابديت، او كاين اللي كيسميها تيك، غتلقاوها شي مرات ابديت ولا تيك، وهادو غير اسامي اصطلاحيين، يمكن انت تسمي كيما بغيتي، غير جاربي العمل انه كيتسمى كوم سا. دونك تيك هي هادي، والتيك هادي راه السميه ديال مول لو جو ماينكرافت، ماينكرافت هو اللي اختار هاد السميه تيك. لا ميثود الثانيه قلنا خاصه بلافيشاج، الوغ كنسميوها ريندر، ولا كاين اللي كيسميها درو ومعناها ديسيني، يمكن تلقاوها هكا يمكن تلقاوها هكا. هذا هادي كومونتير باش تعرفوا كتسمى هكا او كتسمى هكا. وداير ليا دابا اون ايغور لان ما مكريش هاد لا ميثود هادي، فغنجي تحت ونكريها. دونك برايفت فويد ابديت، هاد ايغور مشات، نكوبي هادشي كونترول سي كونترول في، هنا رندر. وهادشي قلنا خصو يدار وسط اون بوكل انفيني. اون بوكل انفيني غنديروها باستعمال لا بوكل وايل، غنجي ندير هنا وايل، ولا بغيت لا بوكل تكون انفيني فيمكن لي هنا ندير ترو ونهز هادشي ونخشي وسط لا بوكل هنا. اذا هنا كنقول ليه ما حد ترو دير لي هاد الخدمة هادي، وهاد ترو راه ديما غتكون صحيحة. اذا هاد لا بوكل هادي راه ما عمرني ما غنخرج منها. اذا قبل ما ندوز للمساله الثالثه نعاود نذكر هنا شنو درت اللي مازال ما فهمش مزيان. في لو جو ديالنا كاينين جوج ديال الحوايج سيباري،
كاين لا ميزاجور ديال اللوجيك ديال لو جو، كليكيت على اون توش اللاعب ديالي زاد لقدام، كليكيت على اون اوتر توش اللاعب ديالي رجع للور، كليكيت على اون توش تلقى قطاس، وهادشي ما صابط بلا لوجيك ديال لو جو. فهادشي غندير وسط لا ميثود ابديت. هنا المساله الثانيه هي لافيشاج، لافيشاج ديال لو جو ديالي درتو مثلا سو فورم دون ايماج، ف لافيشاج ديال ديك ليماج، لافيشاج ديال لو موند ديالي اللي كنلعب فيه، اي حاجه متعلقه بلافيشاج غنديرها وسط رندر هنا. وبغيت هاد ابديت ورندر يبقاو غادي بصفه مستمره، ما حد لو جو ديالي محلول يبقاو خدامين، ديما كندير لهم لابيل، فخصني نديرهم في وسط ان بوكل انفيني. هي اللي دارت هنايا وايل ترو، دير ليا ابديت اللوجيك ودير ليا رندر لي زيماج ديالي. مزيان، الاشكال دابا انه وايل ترو ما عمرو ما غيخرج منها، لان فاش كتقول ليه وايل ترو ديما غتبقى ديك ترو صحيحه، ما درتيش ليه ان كونديسيون باش يخرج من البوكل ديالي. هادي واحد. الاشكال الثاني ان لورديناتور ديالنا كيخدم بالزربه، فاين ما قلتيش ليه سكيس راه غيدير لك هاد ابديت ورندر الاف المرات في الثانيه، وحنا ما بغيناش هاد السرعه هادي، بغينا نبززو عليه. اسيدي بغيتك تافيشي ليا 60 ايماج في الثانيه، وبغيتك دير لي لا ميساجور ديال اللوجيك 60 مره في الثانيه. اذا هاد لا ميثود ابديت وهاد لا ميثود رندر بغيت نعيط ليهم 60 مره في ثانيه واحده. فهاد الكود اللي غنكوبي دابا هنايا وما غنشرحوش كما قلت لكم، الغرض الوحيد منه هو هاد المساله اللي قلت لكم. انا اذا غنكوبي الكود وما غنشرحوش، لكن يعني وضحت لكم علاش محتاجينه. اذا راه هاد الكود اللي كيبان لكم كثير هنايا في وسط لا ميثود بوكل دي جو، راه الغرض منه هو داكشي اللي شرحنا. دابا ندير ملخص للمسائل الثلاثه اللي شرحت في هاد الفيديو هذا. المساله الاولى اننا كنحتاجو اون بوكل دي جو لان لو جو كيخدم بطريقه مستمره، ما كيستناش ان ايفينمون ديال ليوتيزاتور، خصو ديما يبقى خدام، فخصو يدير ديك لي ميساجور الراسو، فمحتاجين اون بوكل باش يبقى يديرها الراسو. هذه الحاجه الاولى. المساله الثانيه ان لو جو خصو يدير لا ميساجور ديال اللوجيك باستعمال هاد لا ميثود ابديت، اذا اي حاجه مرتبطه باللوجيك غنديرها هنايا، وخصو يرسم ليا لي زيماج ديالي في ليكرون باستعمال هاد لا ميثود رندر، فاي حاجه مرتبطه بالرسم شي حاجه على ليكرون غنديرها هنايا، وخصني ندير لابيل لهاد لي دو ميثود 60 مره في الثانيه. فهاد الكود كامل هذا الغرض منه انني ندير لابيل لهاد لا ميثود ابديت ها هي هنا، وهاد لا ميثود رندر ها هي هنا 60 مره في الثانيه. غير هو اون جينيرال كيقول لك اسيدي هاد ابديت بغيتها 60 مره في الثانيه، ولكن هاد رندر افيشي ليا في ليكرون شحال ما قديتي، المهم غير اللوجيك ديرو 60 مره في الثانيه. اما لافيشاج يمكن لك ديك اكثر من 60 مره في الثانيه، حتى الا درتيها 60 مره في الثانيه راه كافيه، ولكن كيقول لك اسيدي باش اوبتيميزي لو جو ديالك خليه افيشي فوق ما قدر، يعني يقدر افيشي 1000 مره في الثانيه خليه، لان كتبان ليماج ديالك سلسه، ليزيماج ديالك كيبانو سلسين. يعني كنتمنى هاد المسائل تكون واضحه. اللي شاف راسو داخل هنايا ينسى كاع التخربيق اللي قلتو، راه ماشي ضروري تفهمو كامل، يجي يكتب غير هاد الكود هذا ديال لا بوكل دو جو، ويزيد هاد لي دو ميثود اللي غنبداو نشرحو فيهم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، و يدير لابيل في لا ميثود مين. هادشي اللي زدنا في هاد الفيديو، ما بغيتيش تفهم كاع هادشي ما تحمقش راسك، نقول ونوض نايض وتبع معايا في المسائل الجايه اللي خصك تكون ضابطها 100%. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.